دلوقتي بقى خلونا نروح لمحافظة تانية وهي محافظة سوهاج، واللي معانا فيها مراسلنا محمد رفعت هيتابع معانا الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد في هذه المحافظة. صباح الخير عليك يا محمد، وكل سنة وانت طيب مرة تانية. نعم، تحياتي لكم زملائي الأعزاء وتحياتي لكل مشاهدين الكرام. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. كل عام وكل المصريين بخير وفي خير وعلى قلب رجل واحد. إذن هو الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في مختلف كنائس ومطرانيات مصر. وفي صعيد مصر بدأت الاحتفالات منذ مساء أمس بقداس عيد الميلاد المجيد، وشهدت الكنائس والمطرانيات والأديرة في محافظات قنا وسوهاج وأسيوط وكل محافظات الصعيد إقبالا كبيرا احتفالا بعيد الميلاد المجيد، أحد أهم أعياد الأخوة الأقباط. ومع دقات أجراس الكنائس في صعيد مصر وفي كنائس ومطرانيات الصعيد، انطلق معها دعوات كل المصلين لمصر والمصريين بأن يدوم الله على مصر نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ قيادتها وشعبها، وأن تستمر بدورها الرائد على المستوى الإقليمي والدولي تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومع الساعات الأولى من صباح اليوم بدأ التوافد على الكنائس والأديرة للاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح، ولم يقتصر الحضور على المسيحيين فقط في محافظات الصعيد، بل شهدت الكنائس المهنئين من المسلمين والأقباط في صورة رائعة تجسد تلاحم الشعب المصري العظيم. الجميع هنا يا شاذلي بيشيد، يا بسنت بيشيدوا بزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني ومشاركتهم العيد. وربما كانت الإشادة بشكل أكبر بكلمة السيد الرئيس خلال الاحتفال، وما كانت تحمله من مكاشفة ورسائل محبة لمصر والمصريين. عاوز أقول لك إن أنا أتواجد الآن في مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة سوهاج، والتي من المنتظر أن تشهد بعد قليل زيارة لقيادات المحافظة التنفيذية والشعبية، وأيضا ممثلين عن الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لتقديم التهنئة هنا. الأمر لم يختلف في باقي المحافظات، هناك بعد قليل جولة للسيد محافظ قنا ومحافظ أسيوط ومحافظي محافظات الإقليم للأديرة والكنائس والمطرانيات لتقديم أيضا التهنئة بعيد الميلاد المجيد. يتبقى أن نشير بالدور المهم اللي تقدمه وزارة الداخلية في تأمين الكنائس والمطرانيات في إطار الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. إليكم الكلمة. شكرا لك محمد رفعت، طبعا بنشكرك شكرا جزيلا من محافظة سوهاج. أيضا شكرا لمحمود جميل كان موجود في مجمع الأديان، وشكرا كريم بيبرس مراسل صباح الخير يا مصر أيضا كان موجود في المتحف القبطي. بشكركم شكرا جزيلا.